أهلين، تدرون إيش مشتهية؟ مشتهية خلية نحل، بس ما عندي وقت إني أعجن وأخمر صراحة، وأبيها حالا بالا. فراح أسوي معاكم كيكة خلية النحل اللي أنا متأكدة إنكم جربتوها تنسون أي خلية بعد كذا. مكونات وصفتنا سهلة وسريعة وخفيفة ولذيذة، والشيء اللي يهمكم ما فيها بيض. تعالوا نحضرها مع بعض. راح ينقسم التحضير إلى قسمين، مواد سائلة ومواد جافة، بعد كذا الخلطة اللي على الوجه. أبدأ بالمواد الجافة، هنا عندي البيكنج باودر وراح أضيف الملح، بعد كذا راح أنخل هذه المواد. هنا راح نخلط المواد السائلة، بس طبعا أكيد راح أضيف لها السكر، حليب البودرة، الزيت والمويه، واخلط هذه المكونات. الخليط اللي سويناه راح نحطه كله على الدقيق اللي نخلناه. الآن راح نخلط المكونات هذه كلها مع بعض لين تمتزج. راح نحطها في صينية مدهونة ونجهز الخلطة اللي فوق. هذا إيش؟ هذه قاعدة الخلية. تخيلوا يعني، تخيلوا. أنا مشغلة الفرن من أول ما بديت أشتغل. هنا بحط علبة الجيمر، بكتب لكم المقادير: جبن الكيري وجبن الكاسات هنا بنات عندي الخليط اللي سويته، راح احطه بشويش وبهدوء على الكيكة حقتي. هذا تخيلوا، هذه المفروض هتكون الحشوة. طبعا بكل خفة راح ابدأ اوزعه، بكل خفة انتبهوا. بهذا الشكل خل اوزعه واكمل. راح احط الان جبن مبشور فوقها بهذا الشكل، نرشها بحبة السمسم والبركة، وندخلها الفرن. والآن إلى الفرن يا صغيرتي. سقوها بنات بعسل، بشيرة، باللي ودكم، بس بالعسل مرة ألذ، وهي حارة طبعاً. يلا ندوق. أهم شيء، أهم شيء هالفقرة، أهم فقرة. يا سلام شهي. يومي لا يوقف، لا يوقف، لقمة ورا لقمة. أنا بستحي على وجهك. يلا لذيذة، أتوقع واضح لكم اللذاذة بلحظة. ما شاء الله تبارك الله، خلصنا.